برضو محمد، عايزك تقول لي اهم المنتخبات او اهم افضل المنتخبات من وجهة نظرك حتى لو لم تصعد الى دور الثمانية. في دور المجموعات كان عاجبني جدا المنتخب الكندي، بس عندهم شويه قله خبره واول يعني تجربه من فتره طويله جدا. الجيل ده جيل مظبوط، صغير، بس الحقيقه انه كان منتخب بيلعب كره مفتوحه بيعد وكره لما حلوه هو جدا. قادم تهيألي المونديال يعني. اللي بالظبط عندهم صحيح، في 2026 مونديال المكسيك الامريكي وامريكا وكندا. وكندا بالظبط. المنتخب الامريكي برضو واحد يعني من افضل النسخ لامريكا في التاريخ، يعني عندهم لعيبه عاليين اوكي جدا، ديست وبوليسيتش ووايا، عندهم لا فرقه تقيله قوي، وفرقه برضو هتعمل حاجه في 2026، صغيرين في السن. منتخب عجبني جدا. المنتخب المغربي طبعا يعني لا غبار على انه واحد حقيقي. يعني من افضل النسخ برضو للمنتخب المغربي، وعندهم لعيبه امكانيات عاليه قوي. والحقيقه انه الركراكي في فتره قصيره جدا قدر ان هو يجمع لعيبه مره تانية. زياش اللي كان على وشك انه خلاص يعتزل الدوري او اعلن ده بالفعل بسبب مشاكله مع خليليزيتش، بس قدر يلم الدنيا مره تانية ويصعد بالفريق لدور الثمانيه. انجاز تاريخي للعرب، اول فريق عربي في التاريخ يوصل لدور الثمانيه. المنتخب الانجليزي بقاله فتره مع ساوث جيت ماشي بشكل كويس جدا، وصل سيمي فاينل كاس عالم اللي فات، وصل نهائي بطوله اليورو، وكذلك برضه في كاس العالم ده ماشي بنفس الخطه ونفس الشكل. عنده سكواد عميق جدا، سكواد قوي في كل مركز فيه 2 3 لعيبه. واحد برضه من الفرق الكبيره جدا. البرازيل افضل نسخه للبرازيل من 2002 2006، يعني بعد جيل حقيقي رونالدينيو ورونالدو حقيقي والجيل العظيم ده، البرازيل وقعت سنوات طويله. الجيل ده للبرازيل هو فعلا الأفضل. هو الافضل فعلا في البرازيل اخر 20 سنه.